مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب. انا الدكتوره سيفيا كيور، انا اعمل بمجال عمليات التجميل والحياه الصحيه. اليوم ضيفي هو صديق عزيز علي وهو في الاصل مريضي، ولقد قمنا باجراءات له مسبقا. ساترك لكم صور له قبل وبعد الاجراء. ولقد قمنا باجراءات وجعلنا بها شكل الوجه يبدو انحف واكثر تناسبا من خلال اطاله الطرف الذقن قليلا، وكان جيم سعيدا جدا بعد هذا الاجراء. نعم كنت سعيدا جدا بعد الاجراء وطلبت اجراءات اخرى، فسالتني ماذا اريد فقلت لها لنجعل ملامح الوجه أكثر بروزاً. ماذا نفعل للحصول على هذا الشكل؟ ماذا نفعل؟ نحن نقوم بعمل جولاين بالطبع كما تعلمون، خاصة بالوجه الذي يشبه وجه جيم. انظروا سأشرح لكم. وجه الجبهة لديه عريضة والأنف طويل، جزر الأنف وطرف الذقن يجب أن تكون المسافة ثلث ثلث ثلث، ولأننا قمنا بتطويله من هنا أصبح طوله الآن أكثر توازنا. وعندما نطبق إشارة أصمت إذا كان طرف الذقن وطرف الشفة متطابقين في نفس النقطة، وعندما يكون الوجه أكثر نحافة ويتناسب مع طوله، وهذا ما نسميه النسبة الذهبية، حيث يبدو متناسب أكثر. لكن الآن عندما ننظر للقسم الجانبي، نعم انتهينا من هنا، لكن كما ترون هنا ليس هناك خط فارغ، بل أن ارتفاع الخدين جميل للغاية، كما أن ترقق الخدين للأسفل لطيف جدا. ولكن كما ترون فإن بنية العظام ليست بارزة جدا، انظروا عندي تبدو عظمية أكثر. وهذا كما تعلمون أنه مشهور جدا في هذه الأيام بعمليات التجميل المسمى جولاين. الزوايا التي نريدها عند النساء مختلفة وعند الرجال مختلفة، هنالك اختلاف بين المظهر الأنثوي والذكوري. سنضيف فنية لتبدو ذكورية لجيم هنا عن طريق ما يسمى نوما حشوة العظام. كما ترون سأرسم هذه الحشوة أثناء الحقن، وبالفعل لقد شاركت معكم بفيديوهاتي السابقة كيف أرسم الشكل وأنا أقوم بحقن الحشوة. سأترك الرابط هنا أنصحكم بمشاهدته. لذلك بعد الإجراء ستكون خطوط الزوايا هذه بارزة أكثر، وهنا موصولة على شكل خط، وكأننا قمنا بتكوين شكل عظم الفك عند جيم من جديد، ولكن بدون تكبير حجم الوجه، بل فقط ناسب ثبنا شكل وجهه وجعلناه أكثر ذكورية، وبعدها سوف نفتخر به. إذن دعونا نبدأ. هيا لنبدأ. نعم، الآن سوف نقول لجيم عن ماذا يجب فعله وماذا لا يجب أن يفعله. الأمر بسيط جدا، لا تشرب اليوم الكحول، لا تأخذ حماما ساخنا، ولا تمارس الرياضة على مدار 24 ساعة، وبحوالي 10 أيام لا تذهب لحمام البخار والسولاريوم. بعد يوم واحد للإجراء يمكنك أن تذهب للبحر أو للمسبح، بشرط أن لا تبقى تحت أشعة الشمس ظهرا، حيث يجب التعرض للشمس أو السباحة، وكما تعلمون إما قبل الساعة 10 صباحا أو بعد الساعة 3 نهارا. بالإضافة يمكنك وضع كمادات ثلج بين الفترة والأخرى، ولا نحتاج لعمل مساج لأن الحشوة عادة تؤدي إلى وذمة، لكن في مثل هذا النوع من الحشوات الثقيلة تقوم بالتغيير والتوزن بشكل بسيط. فمثلا الحشوات الناعمة مثل حشوة الشفاة وحشوة تحت العين يمكن احتمال التوزن عندها أكبر. وفي طبيعة الحال إذا قمت أنا بحقن الإبرة دون أي حشوة بأي مكان سوف ينتفخ أيضا حتى ولو كانت دون حشوة، لذلك التوزن يمكن أن يحدث في مثل هذا النوع الثقيل من الحشوات، ويمكن أن تشعر بالثقل في الأيام الأولى وخاصة اليوم الأول والثاني، لكنها من ذاتها سوف تتركز الحشوة في هذه المنطقة وسيختفي هذا الشعور، وبحدود اليومين سوف تشعر بأنه يوجد شيء هنا، لكن بنفس الوقت لن يظهر عليك أي شيء من الخارج. نحن أنهينا الإجراء كما ترون. الآن أصبح عند جيم زوايا مخططة سوف تتناسب مع وجهه وتصبح طبيعية أكثر، ونستطيع تشكيلها مثلما نريد بشكل أنثوي أكثر أو ذكوري أكثر. بعد التخطيط لهذا الشيء، نحن نسمي هذا التخطيط باسم جولاين، لذلك إذا كنتم تريدوا أن تجروا هذا الإجراء أضع رقم عيادتي هنا. يمكنكم التواصل معنا، نحن معكم كل يوم سبت في حلقة جديدة، لذلك لا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب والإعجاب والتعليق. إلى اللقاء. باي باي.